كثير بنسمع انه للصبايا ديري بالك ما تلبسي كعب عالي كل النهار، خليه بس وقت الحاجه، وما باقي اليوم خليكي لابسه على الارض. ما بعرف قد ايه صحيح هذا الكلام وشو مدار الكعب العالي. رح يكون معنا الدكتور عصام مارديني، حضرتك حاصل على البكالوريوس طب من جامعه الاسكندريه بمصر واخصائي بامراض العظام. مرحبا دكتور. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم استاذ المستمعين. يا هلا في، كيفك؟ الحمد لله والله تمام، انتم كيفكم؟ نحن تمام دكتور. يعني اخترعوا لنا هالكعب العالي، والانوثه ما بتكمل غير بالكعب العالي، والاناقه ما بتكمل غير فيه، بس في له مشاكل. يعني منروح على عرس مثلا بنرجع مهدودين. طيب هلا بالنسبه للكعب العالي، الحقيقه يعني أكيد له مشاكل كتير، ومشاكله قد لا تتخيلها السيدات للأسف. نحن ما بنقدر نقول ما يلبسوا كعب عالي لأنه بعدين يضربونا. أي لا، أنا مو معقول يعني تكون لابس كل لابس فستان زهرة بالأخير البس يعني إحنا نعطي نصائح حقيقة لحتى يعني يقدروا يلبسوا كعب العالي بدون ما ينأذوا، لكن إحنا كمان بدنا لازم يكونوا عارفين شو هي المشاكل تبع الكعب العالي. لأنه حقيقة له مشاكل كتير ومشاكله السيئة. نبدأ مثلا بالعمود الفقري، لأنه الكعب العالي وخاصة يكون فوق 5 سنتي 7 و8 و10، هذول بيغيروا من يعني من شكل العمود الفقري، وبالتالي بيعمل اضطراب بالتوازن العضلي للظهر، فبيظهر بعدين آلام تمتد من أسفل الظهر حتى الرقبة، يعني ممكن حتى يسبب آلام في الرقبة. غير أنه بيغير مركز الثقل تبع البني آدم، يعني الوحدة لما بتمشي بالكعب العالي وظهره مو مضبوط، وبتغير الثقل مركز الثقل تبع العمود الفقري، لأن العمود الفقري هو مركز الثقل تبع الوزن تبع الشخص. فلما بيطلع لقدام ممكن يؤدي لانزلاق غضروفي، ممكن يؤدي لمشاكل كثير في الظهر. فلذلك يعني بدينا بالظهر لأنه هو أسوأ شيء على الظهر الحقيقة. بعدين احنا عندنا الركبة كمان. أنا كنت أسألك دكتور، يعني شكل الكعب هو اللي بيأثر ولا طوله، ولا إذا في صابون من قدام ممكن شوي يخفف؟ ما عم بحكي على مشاكل الظهر بشكل خاص. هلا الحقيقة اللي بيسبب المشكلة كلها وضع القدم في الحذاء، لأنه يعني بصير ما في توازن في القدم، فبالتالي بصير كل الضغط على الأصابع عشان يعني الوحدة توازن جسمها ما توقع، بتضطر يعني الرجل تنحرك إلى الوراء قليلا، فبيختلف حتى مركز الثقل تبع الوزن على القدم نفسه على الكعب. فهون بتبتدي المشاكل، مشان تعوض بتبتدي تثني الركبة، بتبتدي تحني الحوض، وبتبتدي تغير شكل العمود الفقري. فاحنا بدينا العمود الفقري لأنه الأخطر، لكن حكمل معك التحدي تصير. فهي يعني مثل ما قلت لك إنه العمود الفقري بس انتنى وتغير شكله ممكن يعمل آلام بالعضلات، وممكن يعمل آلام بالغضاريف تبع العمود الفقري، وممكن مثلا حتى اصابة حالات الانزلاق الغضروفي. طبعا بننزل تحت شوي بنلاقي انه في عندهم دائما ستات مشاكل بالاوراق، الاوراق تبعهم بيرجعوا، لانه كمان في الحوض بيحصل له سموه سمتنج، يعني انحناء للامام. وفي دراسات للأسف هلأ كمان طلعت بتقول إنه بسبب انحناء الحوض بتزيد أيام وكثافة الدورة عند الستات، لأنه بتغير شكل الرحلة من جوا الحوض، فبتغير بتزيد من مشاكل الدورة عندهم. فهي يعني كمان يعني من مشاكل الكعب العالي. نزل الركبة تحت، الركبة بتكون يعني ما في واحد بتقدر تمشي وهي رجليها مفروضة، إلا ما تبكي شوي عشان تقدر توازن الحالة وهي ماشية. صحيح. فهي الثانية تعمل ضغط كثير على الصابونة وعلى الركبة من أمام، يسموه مفصل الأمامي للركبة، فبتأثر كثير على الركبة، وطبعا مع الزمن ممكن تعمل خشونة وجفاف في الركبة، وتعمل آلام كثير في الركبة وخاصة من الأمام، وتأثر كمان على الغضاريف الأمامية تبع الركبة. بعدين في عنا كمان يعني المشكلة الرئيسية اللي كل الستات كلهم بيعانوا منها من آلام القدم، هي عفوا من الكعب العالي، هي آلام القدم.
ألام القدم لأنه الكعب يكون مبوز عادة الأصابيع بتخشوا بغرفة ضيقة جدا بتجد يعملهم تشوه في عظام القدم وخاصة بتغير شكلها القدم. لا تغير شكلها تماما وبتعمل تشوه دائم وتحتاج عملية بعدين حتى ممكن تعمل تقرحات والتهابات حتى ممكن تعمل انضغاط بالعصب اللي بين الأصابع وقد يضطر يعني حدث ورم سمو ورم العصبي وبين الأصابع مستأصل هذا الورم يعني المشاكل في القدم كثيرة جدا سواء التعب العاني زي الحرقان والآلام واللي هي دائما الحمد لله للأسف لما يعني في التواء أو توقع بسبب عدم التوازن فتسبب كسور وآلام طبيعية وتسبب في الأرض الطبيعية الساحل فهم هي يعني يعني أبدا. طيب دكتور عصام بدي أسأل على شيء هل يعني إذا أنا مثلا بلبس الكعب مرتين بالأسبوع فقط اللي هي المساء وباقي النهار يعني مع أنه في أحيانا عمل بيفرض عليك أنك تكون يعني كصبايا يكون لابسين كعب مثل العمل بالفنادق وغيرها يعني بيفرضوا يونيفورم معين ولكن خلينا نحكي إن جنرال باقي الناس لحتى يتفادوا هاي المشاكل كم مرة ينصح بلبس الكعب بالأسبوع ولا كم ساعة ومثل ما قلت قبل شوي هل في أشكال معينة يعني حضرتك ذكرت أنه إذا كعب عالي ومسكر الشوز أو الحذاء فبيكون آلامه أكبر يمكن ما إذا كان مفتوح تمام طبعا هاي يعني نقطة مهمة مشان بس ما تشتت هذا التمعين يعني ممكن بيت أو نقول هاي مجموعة نصائح بشكل عام يعني يعني مثلا مثل ما تفضلتي مو لازم أبدا السيدة تلبس الكعب العالي طول اليوم ممكن تلبس مثلا 3 أو 4 مرات في الأسبوع أو حتى 5 مرات في الأسبوع بحيث ما يزيد عن مثلا خلينا نقول 3 ساعات في اليوم كيف بدنا نستفاد من الصوت مثلا يعني انا دائما بنصح الشباب انه يتبرع مثلا طيب انا بقول دائما خلوا معكم شنطه صغيره او كيس صغير فيه يعني حذاء مريح ولا يكون حذاء رياضي في الوقت اللي مثلا تكون قاعده بالمكتب تشلح الحذاء العالي او الكعب العالي وتلبس الحذاء العادي اذا مثلا رايحه على الشغل في السياره تلبس الحذاء العادي لما تشتغل على الشغل تبدل الحذاء يعني بتقلل من اوقات استخدام الحذاء قد ما بتقدر الشغل الثاني كمان تحاول قدر الامكان ما يكون اكثر من 5 سم يعني هو شرط انه معظم الضرر بيكون من الاحذيه اللي فوق 5 سم والله نحن ما بنلبس تحت 10 دكتور شو نعمل ايه يعني بالتدريج ممكن احنا شو نعمل نلبس هذا الفم الطابولي هو بيرفع البدل كله بحيث يعني ما بيخليها منزلقه مثل الزحليطه بالضبط هذا كثير كثير مهم كمان الحذاء لازم يكون نصف امراه تقريبا اكبر من الرجل بيريحها شوي ما يكون ضيق كثير عشان ما تضغط الاعصاب وتضغط عليه وتعمل تقرحات والاشياء هاي وفي شيء قبل في الطريق بالكعب العالي لازم يعني حياه تمشي على مهلها ويعني حتى في شكلك عم تدلع احلى يعني يعني تتجنب القدم عفوا شوي دكتور الصوت عم بيروح تتجنب شو؟ عمود تتجنب المشي السريع تتجنب المشي السريع الكعب العالي مؤذي جدا تحاول انه يعني تمشي على مهله والارض تكون جيده يعني كمان الكعب كل ما كان عريض كل ما كان احسن تحافظ على التوازن يعني ما تجيب الرفيع المدببين عم هاي كثير حياه بتعرض للإصابة وتشوف عدم توازن فتعمل كثير مشاكل في الورك يعني وهلا بصراحة موضة أصلا الكعب العريض يعني نستغل لنرتاح دكتور أخيرا من بعد ما نكون لابسين الكعب العالي الرفيع اللي فيه كل المشاكل والمصايب لأنه هدول الشوزات الحلوين شو بتنصحنا نعمل بعد ما نرجع على البيت في سيدات دغري بيعملوا يعني بيحطوا رجليهم بمي وملح ما بعرف قديش
صح هذا الحكي، ولكن ممكن يكون في جروحة، فهل المي والملح ممكن يكون جيد ولا لا؟ في أشياء أخرى لازم نعملها. المي والملح جيد لأن الملح بيعقم كمان إذا فيه حتى نبغى فصيلة أو فصيلة أو فصيلات بيعقمها، والمي كمان تكون دافية بتريح القدم بشكل جيد. تعمل شوية منسجات، تحط مواد معطرة، منسجات مواد معطرة لكريمات معطرة وأشياء هي حقيقة، وترفع الرجل بعد ما تحط مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة بالمي، بعدين تتسطح وترفع الرجل على مخدتين، يقوم بيخفف من الوزن أو الضغط أو حتى بتحسن الدورة الدموية. مساج بسيط بيحسن من الدورة الدموية. انت شوية تمارين استطالي حتى العضلات ما يصير تقلص، لأنه كمان مشكلة مشاكل التعب العالي بسبب تقلص بالعضلات أو قصر بالعضلات في بطة الرجل اللي وراء الساق، وهي كمان مؤذية جدا حياة للسيدات. المساج والفركات تمارين استطالي كثير مهمة حتى نخلي العضلة هي دائما لينة، وتستخدم معظم الأوقات تحاول تستخدم الأحذية الرياضية، يعني الأحذية الرياضية تكون لحد ما صحية وبساعدها كثير في إنها تستعيد، يعني تتعود على إنها تمشي بغير الكعب العاجل. للأسف السيدات تعودوا إنه ما بيقدروا يمشوا غير الكعب العاجل. دكتور، يعني إن شاء الله تكون هاي المعلومات وصلت لكل السيدات اللي عم يسمعونا. سلامتكم كتير بتهمنا، فكرمال هيك اليوم اخترت حضرتك هذا الموضوع، وإن شاء الله فعلا يعني قدروا ياخدوا بي نصائحك ويرتاحوا أكتر. أنا بدي أرجع تشكرك عن جديد دكتور عصام مارديني لكل النصائح اللي عطيتناها والمعلومات. إن شاء الله بيكون في إلنا لقاء آخر عبر هوا روتانا أفهم. إن شاء الله شكرا لكم أستاذ المستمعين، وإن شاء الله هيك تكون دائما صحة جيدة. الله يخليك، شكرا كتير لك، باي باي. شكرا. شاي الضحى مع رفيف دعاز. حمل تطبيق المسافر الآن واضمن حجز فندقك بدون بطاقة ائتمانية.